الله أكبر وعزة الله لواء حذيفة بن اليمان قام بتدمير دبابة 370 الله أكبر الله أكبر مدينة حلبية قصف طيران الميجا يستهدف المدينة الله أكبر الله أكبر الله أكبر مصر الله بسم الله الرحمن الرحيم لواء الإسلام استهداف مقار الأمن والشبيحة بعشرات قذائف الهاون 120 ورجمات الصواريخ الله أكبر الله أكبر والله يا بشار لن تهدأ عيوننا حتى ننال منك ومن كل جنودك وشبيحتك والله لن نرجع إلى الوراء ولا خطوة مع كل الجراح والألم والله سننتصر والله سننتصر والله سيهزم الجمع ويولون الدبر قذائف وحمم وبراكين من لواء الإسلام نهديها إلى بشار وجنوده ها هي مقراته تحترق بفضل الله عز وجل ثم بأيدي مجاهدي لواء الإسلام هذا المقر لأحد شبيحة النظام الكبار